كاد تغوص في البحر فعلا. كانت مغامرة لم تحدث في تاريخ البشرية مثلها أبدا، ولكن رب العالمين أنقذ هذا الموقف، فبلطف الله خرج وهو منتصر، وخرج وفده وطاف في شوارع مقدشو بسيارات مكشوفة بدون أن يخاف من أي متفجرات أو غير ذلك. هذا هو سيد أردوغان، كان رئيس الوزراء من الصومال، احتضن أطفالنا الذين أنهكتهم الحروب، أنهكتهم المجاعة، أنهكتهم المرض، الذين لم يجدوا المساعدة القليلة المناسبة من كثير من أشقائنا، كثير من أشقائنا، لأن اللجوء في الصومال من الصوماليين في الوطن العربي كان ممنوعا إذا استثنينا اليمن الحبيب. شكرا لتركيا لأن احتضنت حقيقة هذه الأفواج، قيادات المجتمع الإسلامي، قيادات الحركات الإسلامية، قيادات الأحزاب، الشباب رجالا ونساء. شكرا لتركيا. تركيا ما تقوم به اليوم ليست هدية تقدمها إلى الشعوب الإسلامية، إنما هي تقود حضارة وتريد أن تبني جسورا قد تهدمت وأهملناها فترة طويلة. إنكم أيها الأتراك تمثلون اليوم بناة جسور قوية بين ماض مجيد نسيناه وبين مستقبل نتطلع إليه، ومعكم هذه الأمة العريضة قرابة مليارين من البشر، قلوبنا معكم، دعاؤنا معكم، عواطفنا معكم، ولا يستغرب ذلك منكم لأنكم من أسلاف عودتم المجتمع الإسلامي. كلما خبت نفوسه وضعفت أركانه أن تجددوا حياتنا من هذه المنطقة إلى أوروبا وإلى إفريقيا وآسيا. شكرا لكم، لأننا كصوماليين وكأفارقة نتذكر زيارات الرئيس، نتذكر زيارات الرئيس، نتذكر بكاءه، ذلك الدموع، تلك الدموع التي انسكبت على أجسام أطفالنا. لم يزر قبل ذلك ولا بعده أي رئيس أو ملك إلى الصومال إلا هو، هي النقطة البارزة. لا يحصر دخول هذه الدهاليز ولا يقتحم مثل هذه الحصون إلا العظماء من الأبطال أمثال هؤلاء وأجداده، هكذا كانوا عبر التاريخ. شكرا لتركيا بزياراته إلى وسط إفريقيا، إلى بنمان، إلى كل الأقطار الإسلامية، ومن مواقفه المشرفة للفلسطينيين والعراقيين والمصريين واليمنيين والليبيين والصوماليين وكل الأقطار الإسلامية العربية. أما سوريا فحكايتها تدمي قلوبنا جميعا، وكلنا ندرك ما تهدم في سوريا ليس هدم جدار إنما هي حضارة بأكملها كما أشارت السيدة قبلي. شكرا لتركيا برئيسها وأحزابها وشعبها، شكرا لتركيا برئيس وزرائها وحكومته، شكرا لتركيا لاستضافة هذه، شكرا لتركيا بشجاعتها الحضارية التي قالت لا، نحن أمة، جزء من الأمة المسلمة، أقدامنا نظيفة وأيادينا متوضئة، ونحن إلى حضارتنا، وليس هناك مانع أن ننضم إلى أوروبا. وهذا هو السياسة الحكيمة التي وفق الله سبحانه وتعالى لهذه الدولة. شكرا لكل الأخطاء. أقدم شكري أخيرا إلى اللجنة الموقرة وخاصة سيدي حميد الأحمر وصلاح عبد المقصود سيد الوزير وكل الذين نظموا من الشركة وغيرها. شكرا لتركيا للذين ينظمون ويتابعون كلماتي. شكرا لكم. شكرا للصومال والقرن الافريقي. شك جزال يا خير آل. الان مع